ابتسامة لمحبي الانتر، تسديدة ولكن تصطدم بالحائط وإلى خارج أرضية الملعب الكرة الماضية. اعتراض وامتعاض أيضا حتى من رونالدينيو في الكرة الماضية، على اعتبار أن اللاعبين تحركوا قبل انطلاق صافرة حكم في الخطأ الماضي. أوه طرد، طرد لرونالدينيو، عفوا هي بطاقة صفراء. الحكم يعني لقطة طريفة في المباراة، يعني تعجب كان وعلامة استفهام كان حول الطرد، ولكن حتى رونالدينيو بابتسامته المعروفة وحكم اللقاء يعتذر بطريقة طريفة تماما. حكم اللقاء حتى الطرفة القادمة في المباراة، لاحظ اللقطة، هي لقطة الموسم، هي لقطة الموسم، افلاش على تلك اللقطة، وضحها في اليوتيوب تلك اللقطة لأنها لقطة طريفة تماما. لاحظ رونالدينيو استغراب.